اسمك حسين؟ حسام، 20 سنة أو يعني داخل في 21. اسمك حسين؟ خلود محمود، 24 سنة. قول والله العظيم أقول حق وحياة الأخوة. أنت شايف أنت اتعلمت أكتر من المدرسة ولا من الحياة؟ يعني بنسبة 99% حياة. أنا شايف إن دي علمتني شوية حاجات ودي علمتني شوية حاجات مختلفة. الحياة بتعلمنا إزاي نتعامل مع الناس، إزاي نتفاعل مع اللي حوالينا، لكن المدرسة بتعلمنا أنواع علوم. أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ أنت شايف أنت اتعلمت أكتر من المدرسة ولا من الحياة؟ لا، هو أنا يعني بالنسبة لي أنا أصلا ما كنتش بروح المدرسة، يعني هو أنا ما كنتش بحب المدرسة علشان أروحها أصلا. لا، هو أنا كنت بحب الدراسة وكنت بحب أذاكر ودايما كان عندي شغف يعني أنا أتعلم وكده. وبعدين بعدين الكلام ده بعدين تفاصيل دي بعدين. يعني أنت اتعلمت أكتر من الحياة. أنت كلامك كتير بجد وابتديت تنرفزني جدا. يعني بنسبة كبيرة مثلا اتعلمت من الاتنين، بس الأكتر من الحياة طبعا. التجارب اللي بنمر بيها، الشغل، التعامل مع الناس، الحياة عموما طبعا. مش تتكلم كلام كويس. والله أنا استفدت من المدرسة ومن الحياة الاثنين، التعليم والخبرة في التعليم، واستفدت من الحياة ان انا اتعلمت ان انا اتعامل مع الناس ازاي. انت شايف ان انت اتعلمت من المدرسة اكتر ولا من الحياة؟ رأيي في الحياة في هنا أكتر، عشان أنا طالب مبعوث بالحكومة الصينية، وأنا مستمر في جامعة القاهرة لمدة حوالي 8 شهور. وأنا رأيي أنا جديد هنا، أنا مش مصرية. كل ده بصي اصلا يعني هو المساله فضفاضه قوي، او السؤال فضفاض شويه، يعني زي ما يقول لك الزرافه اطول ولا الفيل ادخن. المدرسه يعني بغض النظر عن التعليم في مصر ومساوئه، بتعلمك اللي هو مش بعيد عن الخبرات، بتعلمك الحاجات اللي هو تمارس بيها حياتك، القراءه، الكتابه، الرياضه، شويه عن التاريخ. طيب يا سيدي شكرا كفايه. الحياة طبعا بتثقلك بالخبرات وبالمواقف وحاجات كده كتير، على عكس طبعا المدرسة. مع الأسف التعليم هنا في مصر مبني على الحفظ والتلقين والحاجات دي. كفاية شكرا كفاية. انت شايفة ان انت اتعلمتي اكتر من المدرسة ولا من الحياة؟ لا، من الحياة.